تقليل الحكومة مخاوف من أنها تفقد الخطوة لها علاقة بتأجيلها للانتخابات في حال تفاقمت الظروف الصحية، وخاصة بعد اللي قاعدين نشهد اليوم ربما حتى نكون قياسي في عدد الانتخابات. في سيناريوهات في موضوع في ذهن الحكومة، صح الهيئة بتشتغل هي القضية المستقلة بتكون بكل الإجراءات المترتبة عليها بحسب الأسلوب بحسب في لدى الحكومة صاحبة الولاية النهائية تصور يعني طبيعة تطور المشهد الوبائي وكيف ممكن ينعكس على الموقف من موضوع الانتخابات النيابية. السؤال الثاني بصراحة مرتبط ومطرح أيضا حتى المستوى الوزارات المهنية، موضوع الانتخابات النيابية. لا زالت حوالي 6 نقابات معلقة بانتخاباتها، مو عاد في مجالس الإدارات في هذه النقابات، مش عارفين بالضبط هم في انتخابات وشيكا أو ما في انتخابات، وبالتالي بيسألوا عن أقل حالة وضوح إنه لو تأجلت السنة المقبلة هو ما عنده مشكلة، لو حتى إنه الانتخابات مثلا في غضون شهر ما عنده مشكلة، لكن حالة لا يقيم حالة عدم الوضوح والغموض اللي بتحيط مستقبل هذه الانتخابات مد معظم مجالس النقابات، وبالتالي حتى طبيعة اشتباكها مع قضاياها خاصة الأساسية والكبيرة مجمد وما في وقت، وهذا الأمر يتطلب صراحة الحكومة المتمنية سرعة في البدء في مصير هذه الانتخابات في حكم كلام. فهدول أبرز سؤالين مدخل للنقاش اللي ممكن تحط الزملاء في هذا اللقاء مرة ثانية. شرفنا بوحاس شكرا. بالنسبة للسؤال، سؤالين هم يعني مهمات جدا. اولا يعني بدي اوضح يمكن بدايه شغله معروفه، انه عمليه الانتخابات اللي بامر باجراءها وتصدر الاراده الملكيه، والهيئه المستقله هي التي تحدد موعد الانتخابات. مشان هيك يعني هي الهيئه المستقله حاليا بعد صدور الاراده الملكيه هي المسؤوله عن تحديد موعد الانتخابات او حتى تغييره، لانه بحيث لكن ضمن الدستور ما يحكمنا الدستور. عشان هيك انا مش معنا مع تاجيل الانتخابات، يعني حتى لو لانه صدرت الاراده الملكيه حاليا باجراء الانتخابات بظل موعد الانتخابات هل ملائم او مش ملائم، هذه قضيه. حاليا موعد الانتخابات هو 10 تشرين الثاني، وانا اعتقد الهيئه المستقله وكل الدوله الاردنيه تعمل على اساس اجراء الانتخابات في 10 تشرين الثاني بدون وشفت الرزنامة القانونية ورزنامة الانتخابات من الاعتراض وانتهى الاعتراض ومن ثم الطعن اللي راح يعني وكله ماشي حسب الجدول الزمني اللي بينتهي قبل موعد الانتخاب. وانا اعتقد هذا واضح انه نحن نجري يعني نتوجه نحو الانتخابات بشكل لحد الان بشكل خلينا نقول جدي. فالانتخابات موعدها بالنسبة لنا وبالنسبة للحكومة اللي دورها دعم الهيئة المستقلة فيما يعني لوجستيا وفنيا وغير ذلك، الموعد بالنسبة لنا 10/11. جلالة الملك في لقاء في أول في الأمس أو قبل يومين في لقاء مع بعض الشخصيات السياسية بمختلف المحافظات أكد بشكل واضح أن هناك استحقاق دستوري نحن سائرين نحوه، ويعني علينا ان نحارب هذا الوباء ومن اجل يعني مصلحتنا كلنا. فعمليا جلاله الملك كان ياكد من اول اهم شيء صحه المواطن، محافظه على صحه المواطن، مشان هيك وكان يؤكد انه مع ذلك بدنا يعني الاستحقاقات الدستوريه يجب ان 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 ان, أن ننجزها. فكانت واضحه الرساله اللي وجهها جلاله الملك ايضا في قضيه الاستحقاق الدستوري، لانه القضيه مش تتعلق يعني في الوباء تطور لا سمح الله بدك تغلق اذا كان ان شاء الله ما نوصل لانه كل شيء يعني في النهايه، ويعني اذا كان وصل لا شيء كبير، لكن نعتقد ان الحكومه والاجهزه الصحيه والامنيه تستطيع محاصره هذا الوباء. والقضيه الاخرى انه هذا بيعتمد علينا كمواطنين، علينا ان نحمي انفسنا. عشان هيك الانتخابات النيابيه يوم الاقتراع اوريدي الهيئه المستقله وضعت يمكن شفتوا بالضبط فيديو واضح كيف بيتم الانتخاب ويحافظ على التباعد وعدم امكانيه حصول يعني نقل للعدوى اذا كان في منافسه شيء زي هيك، وهذا ممكن تحقيقه بسهوله في يوم. فبيظل الحمله الانتخابيه كمان وضعت تعليمات
تتعلق بقضية الحملات وقديش عدد الاجتماعات ومنعة الأكل والشرب والتجمعات الكبيرة، راح يكون في تطبيق اوريدي في كثير من يعني شكاوى تيجي على الهيئة المستقلة قاعدة بتباشرة، سواء ما يتعلق في المال أو غير ذلك. يمكن قرأته إنه نعم. قد إيش يحول للمحكمة وإيش يحيل للأمن العام في معالجة هذه القضية. مثل انتخابات النقابات، يعني أنا بعرف يعني في عنا 6 أو 7 نقابات انتهت من هيك، وفي نقابة كمان لازم أحكي، نقابة الأطباء اللي قد يعني تم تقديم كل أعضاء المجلس النقابة استقالتهم وبقي النقيب، ولم يكن هناك نص قانوني يسمح باستمرار عمل النقابة إلا بتشكيل لجنة برئاسة الوزير حسب القانون، عشان تكون هاي كمان مهمة توضيحها. قانون النقابة يعني لم يتم، لأنه في ناس بيقول لك إنه حل مجلس النقابة، لا لم يتم حل مجلس، استقال جميع الأعضاء وبقي النقيب. في نصين، كان نص يقول عشان كمان هاي مهمة يعني نوضحها، يقول مادة 33 أو 35 ناس النص، المهم النص يقول إنه في حالة استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس يقوم النقيب بإجراء تحضير الانتخابات خلال شهر كحد أقصى. هلا في ذلك الوقت يعني في إمكانية، لم يكن في إمكانية لإجراء انتخابات خلال شهر، هذا الحكم يعني قبل حتى تحديد موعد الانتخابات النيابية وصدور الإرادي الملكية، لم يكن في إمكانية وتجاوز الشهر. أيضا إذا في عندي مشكلة لا يمكن إجراء انتخابات، بالإضافة أن النقيب لم يعني مش مكتوب في النص إنه بشكل لجنة من اجل الاشراف عمل على عمل النقابه، يعني انت معناته بدك تقعد بدون هيئه مخوله انها تقودها النقابه، وانتم بتعرفوا من نواحي اداريه وماليه وكل الاستحقاقات، فاذا ما كان الماده الوحيده اللي بتنص انه يشكل لجنه برئاسه وزير الصحه، وتم اختيار 7 أعضاء فما فوق او شيء زي ذلك. القضيه الاصعب هو عقد الهيئات العامه اللي فيها تجمع، لأنه النقابات النيابية فيش هيئة عامة بتجتمع، يعني الهيئة العامة ما بتجتمع، يعني في انتخابات، لأنه من السهل تنظيم عملية الانتخابات داخل أي نقابة، سواء نقابة الصحفيين أو أكبر نقابة المهندسين بشكل، لكن في الهيئة العامة اللي بتجتمع بدون اجتماعات الهيئة العامة لا يمكن أن يكون هناك تحديد موعد للانتخابات، لأنه في كما تعرفون في قرار الموازنة والتوصيات وكل التقرير المالي والإداري وموازنة وتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات. إذا دولة الرئيس طلب من ديوان التشريع أن يدرسوا إمكانية عقد هيئات العامة للنقابات في 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 عن طريق أونلاين عن بعد، وطلع واضح إنه بقانون النقابات اولا يعني قانونيا ما بقدر في اي واحد مفيد مجال الطعن، بالاضافه انت بتحكي عن نقابات في الاف، يعني نقابه الاطباء والمحامي في الاف، اذا كلهم يدخل فيش سيستم اظن بيقدر يستوعبهم اللي بنعرف فيش سيستم، بغض النظر ممكن نقول انه هلا النقابه لما يصير اجتماع الهيئه العامه اول اجتماع ما بيجي حدا، وثاني اجتماع بيجي عدد قليل، لكن لما يصير اون لاين كل واحد بيقول لك انا حر بدي ممكن اجي، كيف بدي اعمل لي اياه؟ فهي الاشكاليه الوحيده لو بلاقي لها حل ممكن. هلا بغض النظر ان شاء الله يعني نستطيع ان نتجاوز هذا الوباء، وباي حال الاحوال هلا انا اليوم حتى كان عندي تقرير عن المدد اللي بتحتاجها النقابات 6 أو 7 اللي يجب ان ياخذها، فعمليا اقل مده 2 شهر، 1.5 شهر من دعوه الهيئه العامه، اظن يعني ما بعرف مش متذكر كل النقابه شو هي، من دعوه الهيئه العامه قبل مده ومجادع الهيئه العامه، ومن ثم اجتماع اول اجتماع ما عدد اجتماع ثاني اجتماع فيه، ومن ثم تعيين موعد الانتخابات، فعمليين اكثر من 2 شهر. فاي حال الاحوال اعتقد هلا قبل الانتخابات النيابيه يمكن يكون يعني حتى لو في قرار باخذها انه الوقت ما 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 ما, ما لكن ما بيساعد، لكن بعدين ممكن انه يصير في، لكن دولة الرئيس مهتم في هذه القضيه ونبحث عن حلول، لانه يعني احنا معنيين في استمرار يعني اول شيء العمليه الديمقراطيه، معنيين في استمرار النقابه، ممكن طفت النقيب صحيح انه طرح قضيه اقل ما فيها يكون في وضوح انه هل ممكن نعقد الانتخابات السنه هاي، او خلينا نقول احنا بنحكي عن سنه ما ظلش يعني 3 أشهر عشان نكون واضحين فعليا، يعني 3 أشهر ونص يمكن، او ممكن تكون السنه القادمه، وهذا انا بعتقد سؤال يجب ان نقوم بالاجابه عنه بالحكومه. لحد الان احنا ما وصلنا للاحزاب اللي تمثل مصالح الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. للاسف احنا ما عندنا، ما وصلنا لهذه القضيه، ووظيفه الحزب الاساسيه هي المشاركه في الانتخابات سواء كانت برلمانيه
أو بلد، لأنه مهمته هو عنده يمثل مجموعة من المصالح، مهمته يطرح برنامجه لحل مشاكل هذه المشاكل، ومهمته ومن ثم الناس بتصوت له وما بتصوت له بحيث يصل للبرلمان ويحقق برنامجه. للأسف في عنا لسه كمان مفهوم خاطئ عنا عند المجتمع، إنه بقول لك شو عملت الأحزاب؟ ممكن تشوفه أنت سؤال، الحزب ليس جمعية خيرية ولا تجمع ثقافي، هو يهدف إلى تحقيق برنامج معين عن طريق صندوق الاختراع من أجل الوصول إلى الهيئات التنفيذية، وأيضاً برنامجه لا يمكن يتحقق إلا في أن يكون جزء من السلطة التنفيذية. لكن هذا لا يمنع أنه في الانتخابات الحالية أنا شايف أنه هناك عدد كبير من الأحزاب قاعدة تشتغل على تشكيل قوائم يمكن ما أعلنوا عنها، ويمكن أكثر من كل مرة، وهذا شيء مهم. وأنا في رأيي أن يكون هناك بغض النظر، المهم أنه يقدر المواطن أن الأحزاب السياسية هي وسيلة العمل الأحزاب السياسي، وهي الذي يعني الأساس في العمل البرلماني، التكتلات الكبيرة والأحزاب السياسية هي الأساس في العمل السياسي. جلالة الملك في أكثر من مناسبة وفي الأوراق النقاشية كان يأكد على وصول الحكومة البرلمانية، الوصول إلى الحكومة البرلمانية اللي طريق لها 1-2-3، أهم شيء وجود أحزاب وتكتلات سياسية داخل البرلمان تشكل أغلبية، هذا الطريق الوحيد للحكومة البرلمانية. الأساس في العمل السياسي في الديمقراطية هو الانتخابات، صندوق الاقتراع اللي يعني تعددية سياسية. فإذا لا يتم الانتخاب على أساس حزبي أو برنامجي في عندي مشكلة، مظبوط ولا لا؟ حتى النظام الحالي، مع أنه هناك في انتخابات له بعض الناس، نظام الانتخاب الحالي الفكرة الأساسية جاءت هدفه أن يكون هناك إمكانية لخلق كتل أو تجمعات سياسية، بحيث يكون في عندك أنت قائمة موحدة، هلأ والناس تصوت على أساس للقائمة مش للأشخاص. الأساس في التصويت على هذا النظام هو القائمة لوجهة النظر السياسية أو البرنامجية. للأسف ما صار يعني الانتخابات السابقة، يمكن إحنا قلنا يعني هلأ هذه ثاني انتخابات تجري على نفس النظام، وعاده احنا كل الانتخابات في نظام مختلف، فنشوف ان وانا بلاحظ انه كثير من الاحزاب شكلت قوائم مشتركه، يعني الاحزاب اليساريه والقوميه شكلت قائمه بحيث انه المواطن يروح عنده بغض النظر مين هم الاشخاص اللي موجودين فيها، هو منتخب وجهه النظر هذه اللي بيعتقد انها بتمثله هو مقتنع فيها حسب برنامجه، وهذا المطلوب وهذا رساله للمجتمع انه الدوله بدها الاحزاب تكون موجوده في الانتخابات. عشان هيك دعم مالي موجه اولا المشاركه في الانتخابات حد ادنى لديه عدد المشاركين، راح هناك مبلغ مالي. اثنين عدد بدون ما ينجحوا، يعني اذا حصل على نسبه 1% من الاصوات في مجموع مرشحين وكله بس كمان يحصل على دعم مالي، وايضا على المقاعد اللي اذا حصل على مقاعد في المجلس النواب يحصل على دعم مالي. فكلها موجهه لقضيه المشاركه في شريطه بس أن يكون، وهناك في أسس تعليمات صدرت أن يكون مرشحين أحزاب معلنين ويسجلوا في سجل وزارة الشؤون السياسية، ويتم الإعلان والحملة الدعائية الانتخابية كلها باسم الحزب. يعني موسى المعايطة ما بترشح أول بعدين بقول أنا الحزب الفلاني، لا، موسى المعايطة يترشح ممثل الحزب كذا كذا، كل الحملة الانتخابية وشعار الحزب وبرنامج الحزب. يعني الأغلبية يعتقد أن الديمقراطية تعني حقي أنا أقول ما أريد، ماشي حق التعبير مضبوط، لكن 7% المهم أقل من 10% بقول لك الأحزاب السياسية. هذه هون تعطينا مؤشر مهم جدا. الشباب امبارح اطلقنا مع وزارة الشباب برنامج من أجل حتى الشباب على تحفيزهم على المشاركة، في لقاءات صارت مع مدى شؤون الطلبة من أجل وضع خطة كيف نتعامل مع الشباب أيضا، والتوصيات التي بدأنا العمل فيها راح يكون لقاءات مع رؤساء اتحادات الطلبة في الجامعات في المستقبل قريبا، مش المستقبل يمكن الأسبوع القادم إذا كان، سواء راح يكون هناك لقاءات في الجامعات ومراكز الشباب سواء أونلاين أو لأنه العدد بيكون محصور، يعني حسب مش راح نجتمع أكثر من 20 في النهاية. بالإضافة هناك برنامج على السوشيال ميديا راح يكون خطة وبدأنا فيه إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نبدأ في 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 تطبيقه مع مؤسسات فن، يعني مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني وأيضا مع جهات مختصة فنية من ناحية فنية بهذه القضايا.
المره اللي فاتت نسبه مشاركه الشباب لحد سن 30 كان 36% و37%، يعني لازم تزداد لتوصل 50% في رايي تكون الاكبر من الشباب. بس هي بتعتمد على الاحزاب كمان، لانه احنا حاطين حتى في نظام التمويل المالي على كل النقاط اللي ذكرتها في قضيه المشاركه مبلغ يزاد مبلغ 20% بونص اذا كان هناك شباب لحد سن 35 واذا كان هناك امراه. ومشان هيك بلاحظ في بعض الاحزاب مرشحه نساء اكثر من الرجال، هذا شيء ايجابي يعني. بس هاي في عدد كبير من السيدات. السيدات وهذا منيح يعني، انا بعتقد وخاصه اذا كان الاحزاب السياسيه يعني موجودين مع الاحزاب، لانه كمان هذا مهم مشاركه المراه مش فقط في الترشح بالشكل التقليدي، ايضا ان تكون ضمن اطار سياسي منظم بغض النظر هذا الحزب شو هذا. من الكوتا شيء ايجابي يجب ان نحافظ عليه من اجل تطوير المجتمع. واهم شيء في الكوتا في رايي ان اصبح عدد السيدات اللي بترشحوا ازداد عدد كل انتخابات. والقضيه الاساسيه انه في تغيير نظره المجتمع الى المراه واقناعه ان المراه تستطيع ان تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل، هذه تعتمد على الامكانات الشخصيه. ومشاركه المراه في الانتخابات مش تعيين، المراه عليها ان تذهب تشارك الانتخابات، بدها تروح على الناس تقنعهم تحكي معهم، وهذا هو الاساس والاهم بحيث يستطيعوا ان يتعرفوا على قدراته، وايضا يستطيعوا ان يتعرفوا على قدراتها داخل مجلس النواب. وانتم بتعرفوا انه في بغض النظر رجل او امراه في نساء اثبتوا امكانياتهم وفي رجال اثبتوا وفي العكس كذلك، فالقضيه بتعتمد والناس صارت تشوف انه والله هاي النائب بدون ذكر اسماء انه نائب ممتاز وعنده قوي رغم انه كونها يعني مش كان بيحكم عليها على انها مش بكونها امراه او رجل. وفي نائب بيحكموا عليه بالعكس انه اداؤه سيد جيد سواء كان رجل او امراه. فانا اعتقد يعني هذا شيء ايجابي كوتا لانه يسهل مهمة الاساسيه انه المجتمع يقتنع ان المراه تستطيع ان يكون لها دور ومشابهه للرجل في كثير من القضايا تعتمد على الامكانيات الفرديه والشخصيه. الدورة الفاتت كان تفاعل الأحزاب أقل، المرة هاي احنا نشوف فيه تفاعل أكبر وفي قوائم أيضا لها توجه سياسي، يعني في قوائم تتشكل قاعد لها توجهات سياسية حتى لما كانت حزبية أو توجهات اجتماعية بدون ذكر أسماء يعني، وحتى يعني بتتشكل في دوائر مختلفة من المملكة. يعني واضح انه النظام الانتخابي الهدف اللي وضع له هو من اجل الاحزاب، وهذا صحيح ويثبت صحه هذا النظام. هلا الناس مش عارفه تشكل قوائم لانه بتعامل معها بشكل فردي، واكيد لما يكون تعامل معها بشكل فردي مش راح ينجح. المجتمع هو الذي يصنع الاحزاب، والمجتمع هو الذي وعلينا مش يقرر اذا كان يريد ان يكون الحزب هو اللاعب الاساسي في العمل السياسي، مش احنا. ولازم يكون عندنا الجراه ونحكي، الناس بتزعل مرات، يكون عندنا الجرأة ونحكي انه لحد الان احنا مش مقتنعين انه الحزب هو اللاعب الاساسي او التيار السياسي او الكتله، بلاش حزب حتى، مجموعه ناس عندهم وجهه نظر سياسيه يستطيعون ان مش مقتنعين بذلك. الاحزاب يجب ان تقدم نموذج في الديمقراطيه داخل الحزب كذا، يعني لازم تقدم نموذج للمجتمع انه في ديمقراطية داخل الحزب وفي وجهات نظر مختلفة، لكن في النهاية بتنحل ضمن الإطار القانون الحزب بالديمقراطية بالآليات الديمقراطية، زي ما احنا بنطالب انه نحل انه يكون هناك بالفعل في احزاب وانتخابات نيابية، وانه في النهاية اللي بيقرر المواطن هذا الحزب او ذاك او هذه الجهة او تلك، وبالبرلمان يكون في ايضا كتل سياسية نفس الشيء. يعني انا بطالب اني انا بدي اوصل لحكومة برلمانية، ما هو لازم يكون في عندي اولا هذا الشكل من الاشكال انا اسميها الاليات الديمقراطيه اللي بتسمح للناس تعبر عن رايها، لانه سبب رئيسي اذا ضل يعني اذا لم يحس المواطن او عضو الحزب او اي مكان انه بيقدر هو يقرر ويغير راح يترك الحزب. مضبوط ولا لا؟ في كثير ناس طلعوا بسبب هذا، اجوا على الاحزاب واجوا لكن بعدين ابتعدوا، ويجب ان يكون صريحين